بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام إمام. تمرين مشق ديانا. خاب أيتيات لركي أكمل الجمل الآتية بكلمة مناسبة مما بين القوسين. خاب منا بيرد بالتسوز كيلد منا شو قوسن إچدهي إكتا سوزنين قيبر منا شو سوزنين موس كيلد شونو بزيه توغرلاب يازب بير ديماقچلار. الإمام إمام نظيفون تازم جالسون مي جالسون اتروچي در بولاد. الولد بالا قصيرون قسقدر بوي مفتوحن اچق بولميد. الورق قغاز خفيفون ديگنه ينجل لذيذون ديگنه شرن ديگنه ديمك قغاز شرن ايماز خفيفون ينجل بولاد. الأب أتى حارون السقطر بولميد واقف تربت تروشدر الأب واقف واقف تروشدر بولد خفيف ينج لذيذ شرن مفتوح أشق قصير قصق جالس أتروش نظيف تازة حارون السق واقف بوتروش تربت ثقيل أغر بارد سوق الماء سو بارد سوختر. Bu darslarni bo'lib-bo'lib qisqa qilib o'tyapmiz. Nega? Har bitta lug'atni yodlab, puxta qilib olib borsak, shunda inshaalloh darslarimiz ham sifatli bo'ladi. Mana bu sonlarni yodlab olamiz. Agar yodlamagan bo'lsak, bu juda ham uyat bo'ladi. Al-qamaru oy qoribun yaqindir. Ba'idun uzoqdir. Demak, al-qamaru ba'idun uzoqdir. Qilaylik. Al-himaru eshak maridun kasaldir. Baridun sovuq degani maridun kasaldir bo'ladi. Al ajibatu javoblar. Mana javobini bergan ekanlar. To'g'ri topamizmi? Shuni bilamiz. Al imamu imom jalisun o'tiruvchi. Al waladu qasirun bola qisqa. Al varaqu xafifun. Al varaqu xafifun. Qog'oz xafifun yengildir. Al abu waqifun ota turibdi, turuvchi. Al ma'u baridun suv sovuqdir. القمر بعيد القمر بعيد أي وزقتدر الحمار مريض الحمار مريض إشك كسلدر من بوني درس مشنا إبارة إكن والله أعلم بالصواب.